وصلنا الميدان ها؟ حياك الله. هل احتاج خبره سابقه؟ احتاج اني مثلا تعلمت سنوات عشان ابدا الحين ولا؟ هو في البدايه راح نوفر لك اشياء اساسيه اللي هي معدات السلامه واشياء السلامه. ولازم يكون في زي النقاط معينه او زي الخطوات نعطيها لك تتعلم ويكون في زي تواصل بينه وبينك. طبعا انا ما سبق لي تجاره من قبل فانا قلت جاي وبشوف ايش ممكن اسوي. هي. يمكن اطيح يمكن ما اطيح بس صراحه ما ودي راح تشوفني وانا اطيح سواء كان طحت ولا ضبطت الامور ان شاء الله. ان شاء الله ضبطت الامور ان شاء الله. لا معاكم انتم توازن ان شاء الله بكم طيب. اهلا وسهلا. وقبل ما تبدا المغامره وصلت رها وضيفها غيث الفلاسي. شو الاخبار؟ من الساحل للساحل ولا من وين؟ يا هلا مرحبا. يقول لك احنا في الامارات مقسمين ايه؟ يا بر يا بحر. هو بر عمك. سعود انا حسيب مع غيث امانه. تمام يلا بالتوفيق. خلاص احنا جاهزين. يلا غيروا ملابسكم ندخل ان شاء الله. مع ذهاب رهد وسعود وغيث بيبدون اللعبه الاولى الزلاجه المائيه الطائره. طيب عطنا اول خطوات ان احنا نصير نتعلم. الشغله المهمه التوازن، يعني كل ما في اللعبه وفن اللعبه هي فقط في التوازن. فاذا انت تبغى تطلع نهايه القدم اذا ما جلت على قدام كذا فانت بتطلع على قدام، واذا تبغى ترجع على ورا ريوس تسوي ايش؟ ترفع رجلك على على ورا، فهذا انت ايش؟ ترجع لورا. نبدا؟ يلا بينا. الفلاي بورد رياضة مجنونة تجمع بين تجربة ركوب الأمواج والتزلج على المياه. أخوي خالد هذا اللي مطيحني يا سعود. لوح تزلج مائي بمحرك نفاث قابل للطيران في الهواء بتقنية ضخ المياه. في خطأ بسيط يوم أنا ارتفعت بزيادة استانست شوي بس رديت ورا صح. أنا أول مرة أجربهم يعني هي موضوع كله موضوع توازن، إذا اختل توازنك ما تضبط. صراحة الفكرة غريبة مرة لأنه طيران في الماء. شعور انك تطير وبدون ما يكون عندك اجهزه كثيره يعني بس بضغط الماي شعور عجيب صراحه. سواها غير شفتوه والله بطل.